الشوط الثالث عشر ذهب مع الشاهنية سعود بن عبد الله بن الدويس الشامسي أربع دقائق وثلاثة وثلاثين ثانية وانتقلنا إلى هذا الشوط. الشوط الرابع عشر يودع برنامجنا في هذا اليوم، شوط الختام يحمل في طياته الإبكار. نذهب مباشرة، نذهب إلى الصدارة الأولى، نذهب إلى هذا الشعار. من تميز في هذا اليوم في خمس نقاط؟ حمد شعار حمد بن عوض بن زيتون المهيري مع الشاهنية النقطة المركز الثاني، وثاني الأسماء الشاهنية محمد بن حمد العامري المركز الثالث، ثالث الأسماء الشاهنية سعيد بن سلطان بن ميرين الاكتبي والمركز الرابع، رابع الأسماء ورابع التحديات حنان مطر بن حضير ملك تبي المركز الخامس، خامس الاسماء اشوف اللي قادم الشاهنية عامر بن عبد الله بن محروم المحرمي. هذه النتيجة للخمسة المراكز الاولى، للخمسة المراكز الاولى. وصدق الشاعر يوم قال في هذه الابيات، يوم زاد الريس ضجة واحتفال، يوم زاد الريس ضجة واحتفال وغية عودة وجمهور غفير. هات لي عالسبق ما تعطي مجال، التجاوز دوم السابق نذير. امتلده يا اخوك من صفوة حلال، ينبها ناعم مثل لمس الحرير. لدخلت في الشوط زاد الانفعال، وكل جمهور الركض معها يسير. الله الله الله، نعود الى البداية، نعود مع هالمنازف. اهالي منازف يغودون هذه الاسماء، زيتون بن عوض بن زيتون المهيري يقدم لنا الشاهنية يطمح في تسجيل النقطة السادسة. ركز يا ابو حمد، عوض بن عتيج بن زيتون المهيري من يتابع هذا الشعار. المركز الثاني، ثاني الاسماء الشاهنية محمد بن حمد العامري، وثالث الاسماء ثالث التحديات وصلت الشاهنية مبارك بن عمهي المنصوري المركز الرابع، او المركز الرابع شعار بن ميرين الاكتبي، وشعار بن حضير مقادم في خامس الاسماء. ولكن خلاص خلونا 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 خلونا، من تعود الاسماء من تغوت هذه الشعارات. من راحت راحت راحت، بدت تباعد. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، على هذا الشكل عون ولون، عون ولون. راحت راحت الشاهنية، راحت الى هالي منازف. يبدو ان السلام، يبدو ان السلام الى بن زيتون. نقطة تضيف هذه البكرة الشاهنية الى شعار بن زيتون. ولكن المركز الثاني، ثاني الاسماء ثاني التحديات الشاهنية مبارك بن عمهي المنصوري، وشعار بن حضير سعيد بن مطر بن حضير من التبي، والمركز الرابع الشاهني محمد بن حمد العامري. خلاص 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 خلاص، روح يا ابو سعود، روح روح الى الابداع، روح الى الانطلاق، روح الى الشاهنية، روح الى هذا الشعار، الى شعار بن زيتون. زيتون بن عوض بن زيتون يا المهيري، روح يا المهيري ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الابداع. الغير مستغرب من هذا الشعار، صاحب العوايد وصاحب الانجازات. ركز يا ابو حمد، ركز يا ابو حمد ما شاء الله تبارك الرحمن. حمد بن عوض بن زيتون وزيتون بن عوض حاضرين، حاضرين في هذا الصباح. مشكور يا ابو حمد، مشكور يا ابو حمد، لله يدرك، لله يدرك. النقطة السادسة، النقطة السادسة، سلام الى منازف، السلام الى منازف، سلام يا بن زيتون سلام. المركز الثاني، ثاني الاسماء قادمة الشاهنية، خالد بن سعود، خالد بن سعيد بن بروك اول ندى. المركز الثاني مطر بن حضيرة ملك تبي المركز الرابع،
راب على اسماء، ولكن خلاص نعود ونهني المركز الرابع. رابع على اسماء شاهنيه مبارك بن عمهي المنصوري، تهانينا والناموس الى زيتون بن عوض بن زيتون المهيري، والتوقيت 4 دقائق